السلام عليكم. اي محمد باكر. عليكم السلام، كيف الحال؟ بعد ليش سكر الباب؟ ليش تسكر الباب؟ وين متعلم هالعلوبة؟ بعد يوم بترمس حد سكرت الباب؟ ايه بتدوخ جقار انت؟ شو بالك تسوع العيال؟ خيب طاح التليفون. اصبر اصبر صلاح اصبر يا صليح، طاح التليفون بكبره. لا لا ما بعادي، منو قال لك عادي؟ ها صلاح اقول لك والله غادي باروت ما يتحاكى. هاو ار يو؟ وين صرت ودرتني؟ سكرت انا ما سكرت التليفون طاح. انت وين؟ والله انت غير نوم. وش وياك علي السكر عن التليفون؟ وليش تسكر التليفون؟ امانه انت ما يخسرني. الله اكبر انت. بعد الصبح عندنا نحن الفجر ظلام ظلام نحن عندنا. شوف تمام. هي انت وين؟ تغديتوا؟ من انت الحين لسه بعد الغداء لسه باكل لسه. صليتوا الجمعة؟ وما يحبكم من انت لسه باكل بعد. وكل مينون 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 مينون. انا اللي مينون؟ ان شاء الله ان شاء الله. شو اخبارك صلاح؟ ماشي اخبار ولا علوم؟ ماشي علوم. وين صرت وين صرت وينيت؟ بيت وما اروح البيت. انت ما انت ما تخلي بقعه ما تصير. بدي بس بدي البيت. ايه بس بدرية؟ ايه خبره. هي بخير؟ هي خير زين. بس هي بس نعم 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 نعم. الله اكبر. ما ببعيد، هذا ابوي، هذا ابو محمد، موجود في الجيم في البيسمنت واتمرن، والحمد لله اموري طيبه وكل شيء زين، وفنان وفوق عن الفنان وكل شيء على ما قال عبد الرحمن راعي شناس، كل شيء تحت السيطره. المهم طلعت اعمار ابني اللي بخلص تمرين ومنهل التريا بنسيبها للجيم الدله، باقي لي الحين يمكن 10 دقائق ان شاء الله من اخلص بنظهر بنحوط يعني كالعاده. انا مالي مكان معين، زرع الله وعلى الله. البلاد معروفة من آلاف السنين ومن مئات السنين، والناس كلها تدلك البقعة. ما أنا مش دليل سياحي، لكن أنا أحب أمشي وأسولف وأرمس وأطمش اللوادم باللي أنا أشوفها بالصدفة والدنيا مدرجة. يلا بخلص التمرين بركب فوق أسولف إن شاء الله. الأجهزة الموجودة مو بوايد، لكنها تفي بالغرض وتزيد من كل شيء. قطع وقطعتين قطع وقطعتين. الجيم كله يمكن 10 متر، اظن في 10 متر، لكنه ما شاء الله تبارك الرحمن يقدر يصنع ابطال. الجيم هذا يقدر يصنع ابطال للي يبي يتمرن، لكن للي ما يبي يتمرن شيء اخر هذا. والحمد لله انا ابتدي ودرت التمرين شهرين، من اول رمضان لين عقب رمضان بشهر، والحمد لله رديت الحمد لله يعني النشاط الحيوية، وتعدلت اوضاعي رقادي تفكيري ضحكي سوالفي رديت الاولي الحمد لله. والسبب شو؟ انقطاعي عن التمرين شوي اختل التوازن في كل ادائي الحركي وحياتي اليوميه، كل اختل يوم ودرت التمرين، فهذا ادمان جميل. ريالي مره من هذاك عمره
بين 72 73 يعني اكبر عني يمكن 10 15 سنه. يا عندي اصابه في الظهر. فيقول لهم كابتن ليش ما يتمرن من زمان؟ قال وين يتمرن؟ انا بزنس مان وانا مشغول وانا عيالي طولي عندي هنتين من البنات وواحد من عيالي ساير سكوتلاند. فتعرفوا يا وحده من هال من افغانستان وسر وخذها وسكن هناك. وانا تام روحي الحين بملياراتي ودنياي وبناتي بهنتين هن بحرسات. قال وحين انا وحيد روحي. قال وحيد روح كنت ما تتمرن ما عندك لياقة شو الفايدة؟ سامحوني يعني اتصال وايد ضروري. فقال له شو فايدة ملياراتك؟ شو فايدة ملياراتك وانت حين ظهرك يتناقع وريولك يمشي ويتناقع عشان احد يكسر يوز؟ هذه مصيبه. قال ايش الحل؟ قال ابوي برد اتمرن. قال كيف اتمرن الحين تعديت السبعين؟ حياتي ما قال بتدبن يدي وديد وفي خلال ست شهور بتيك حيويه ونشاط واحد عمر 35 وبرد الرجال هذا يتمرن الحين. رد اتمرن البارحه باليوم ابتدى نشاط هو نشاط. شوفوا ليبه شيء ما يغلب، ليبه شيء ما يغلب. لا حد يقول انا عيالي كبار وانا عندي احفاد معرسين لا يوقفكم عن الرياضه والمشي. لا احفاد ولا كبار ولا صغار، لا بنات، ما حد ينفعك الا صحتك وعافيتك. انا الحين عندي كم 60 سنه لبسان. شوفوا البار ما شاء الله وانا 60 وانا 60. لو تتمرن في الاسبوع لو 3 ايام لا تقول عمرك 60 ولا 70 ولا 75. تو الهواء باطع تونا في عمه 30 جزم وراء تونا في عمه توك بالحمد تو تقول تو الناس بسم الله توك مسمي. ايه لا تتعايز وتقول عمر طويل مبعود جدك من يزون به الحق عمرك. لا تقول عيالي طولي، لا تقول عن انا يد، ولا تقول عندي حرمتين وثلاث. لا بينفع عنك لا الحرمتين ولا الثلاث ولا ينفع عنك البيزات. ما بتنفعك ما بينفعك من بعد الله سبحانه وتعالى الا العافيه. العافيه هي اللي بتنفعك دامك متعافي. تراك بتصلي وبصوم وبتصدق وبتمشي وبتسير وبتي يوم العافيه موجوده. يوم ماشي عافي لا بينفع عنك لا بيزاتك ولا سيرك ولا ييك. الصلاة بعافية، العبادة والمناسك وهاي الأشياء كلها تبى قوة وتبى إنسان في صحة. شوف هذا الإنسان صلاة ودين وهو ما يروم يمشي، صلاة ودين وهو ما يروم يتحرك. ليش؟ أسس عمرك صح، تصلي لين آخر لحظة في حياتك وانت واجه صاحي ستة عشرانة يبوا لك رزق في إصابة مرض عوق لا حول ولا قوة. لكن لو أنك مهتم في عمرك من البداية هذا وحين أنا عمري 60 البارحة ماشي أكثر عن 17 كيلو 18 كيلو البارحة ماشي أول يوم اليوم بمشي إن شاء الله 20 وورا باكر 23 لين 16 بكمل في المشي حول 28 أو 30 في اليوم الواحد لين أكمل فترتي. في البلاد في أبو ظبي أمشي 8 كيلو 10 كيلو يوميا يوميا في الشتاء، وفي القيض أمشي 5 6 كيلو. شو اسوي؟ نقول لك لا حيل، لكن اندور ما باوت دور، دور في البراد. نمرة هي هاي سالفة الرياضة، ترى ولا حرف من اللي قلت لكم اياه صح عن المعلومات الشخصية عنه، هاي كلها ارتجالية. هذا الرياضة لا اعرف الانبار من سبع مليا وهو يرمس وياها هذاك شفته يتكوخس فركبت المخيل هذا على فكرية خبرتكم عنه. وهاي نصيحة عامة للكل أنصح عمري أول بادية أي لأن ما ودي أكون مرقد ما ودي أصير أرتقد ودي، لكن ردك بيقول عيش حالة. لازم أنك أنت تبتدي في الرياضة تديت خلاص ما تودرها ما يودك عن الرياضة أي شيء في الكون أبدا. والرياضة أنواع ما بلازم جيم، تقدر سباحة، تقدر ركوب خيل، تقدر تركض، تقدر تهرول، تقدر تخب، تقدر تغوص، تقدر تنبر، تقدر تسوي اللي تسوي حبلية. كل أنواع الرياضة موجودة، سيكل، تجديد، كلها رياضات. كل إنسان على حسب ميوله وشو يبى وشو ما يبى. فالحاضر منكم يعلم الغاية أعذر من أنذر. خلص حتى ما هو حالي كمل تمريني، كمل هو سوي الاسترتشنج ما استرتشنج الأشياء هذه. وعندهم الكوفي وعندهم الدنيا والخير خيرهم حافظ عليك يا ابو محمد. بس لو الله يحط شويه كم من الحيمه في هالعصيجيلات شوف الله عليكم شوف العصيجيلات جاي يا ربي سبحانك يا رب.
والله انهم ما كان انهن مول الاول ما زينهن دل ما يات لو تحراهن ريل صغير وحين عفان الله سبحانه. شوف فوق قهمه عفان الله يا الله لا بريتنا تحرى عمرك داخل ابوي مصحه تحرى غرفة بنك وانشن هنادق اي والله خيري الالوان يي ريال بلو الدنيا كلها 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 تلك 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 الحين جالس اهوس على هذا ترى ابوي ما بهذا الدرب درب ابوي من ضليت هذا وين دخلت انا من مكان في مكان من مكان في مكان اربع وحده وياي يتمرن ما تدخل الا يميع الفصوص يميع الدنيا عندك باي باي ثانك يو. هذا سبا عندهم عاد يمدحون يقولون من اخير السباهات اللي في الدنيا. This is going up. هي ها. Door closing. شوف انت. حافظك يا ابو محمد. هي يا سلام سلم والله انك فنان. فنان ولا حد شاءتك في الدنيا العود قلنا لهم من قبل انك فنان. دور عاد اللي يفتهم ويعرف والله يا ابو كان. فنان فوق. حاضرين حاضرين الغالي. اوبننج حاضرين حاضرين للطيبين. شوف حجرتي هذيك مواجهه التدقيق حجرتي مطلع على هالتدقيق ان شاء الله في القريب العاجل بنصور لكم مكان في هالمبنى الجميل العظيم من اروع ما يكون ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا ليسقع دق الحديد وهو حامي قبل ما يفور الماء وفاح الماء في القوري وهذه الهواء كودناها طال عمرك قلنا لكم انا احب هوتي تكون غليظه في اليال بالثاني احب الهواء الغليظ انا ما احب الهواء الرفيع احب الهواء الغليظ ما احب الشيء الرفيع حتى الانسان الخفيف انا ما داني ليزقر الصفير قال فلان صفير ما ما اعرف اصفر المهم قال فلان والله يزقر الصفير هل يزقر الصفير فراقه عيق شو السبب ادنى تدون ابوي انجلب وادنى تدون طالت عماركم توايب للغير هذا اللي يزقره الصفير ايه غيرك لا لو هرن تريله او قطار يدق له هرن ما افتر شو السبب ثقل ايه وساع الخنان حافظات البضايع اي اشاعة او اي رمسة صدقها او اي كلام صدقه او اي حد جاب له خبر صدقه قالوا هذا فلان والله يزقر الصفير ادنى تدون خلفه لا ادمي لا يختلف لا في اشاعة ولا في كلام ولا في رمسة ولا في زيد ولا في عبيد ولا يغرك الصلاق ولا يغرك الصلاقي ها الصلاقي اها بعيد عنه بعيد عنك يا دو هالصلاقي اللي يك يتبهلل ويك يتمسكن ويك ابدا ما حد شراته شوي ولا ننجلب هذا بعيد عنه بعيد بعيد ها شوفوها ايش قايل الحين قمشت خلاص طايت المني تهادرت 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 هذا بس غايه المتمني الحين شوف هاي علامه الجوده وهذا على علامه نضوي القهوه شوف الفقاعات هاي القماشيه قالوا والله قم ليتكم تروحون لي اروحها ايه كنت تروحون هاي الزعفران وتشسينا طالت عماركم والقناد حطينا الطرف الخاشوقة اما المسمار بعد نفس الشيء ريحة هذا كله طالت عماركم يتكوّد في بطن الدلة ايه قورينا انت رجالين يركض شويونا بنصير بنزل لقوية القوري في الدلة وبنتفنيل وبنصلي وبنتوكل على الله بنصير نبتدي برنامجنا اليومي ان شاء الله قالت عماركم قهوتنا على حوشانة وفرض حوشانها من السحوح اللي من عند تمركم من عند الأخ العزيز بن حاده المرر يوم وقف عاد الموسم وقف السح والناس شبعت من السحوح وهذا وقف تم عنده ما بتاع هو يبيع ما شاء الله عليه رجل يبيع شاطر هابريح ما بتاع نش ابوي مزار بكرتون وطر شهلي من عقب ما تكود ابوي رطب في السوق طر شهلي لكن نفعني الحمد لله جزاك الله خير يا ابن حاده وما قصرت على هالسح الفنان هذا الفرض عمود الارض وهذا الحوشانه يوم طلبناه بعد فسيل الحوشانه قال والله
تونا حاطين التربة تحت الرواتيب ومن تسوي إن شاء الله عرج فالك طيب. وهو عنده من الحوشانة 1000 فسيلة، 1000 ما بوحد ولا بهنتين، وبيعطيني أنا راكوب ويحط تحته رملة وبيقص من يسوي العرج في شهر 8. قال في شهر 8، قال الحين في شهر 7 كان شهر، في شهر 8 بنقص انضرب عرج في الرواتيب هايين بنعطيك بمنين غيرك وايدين كلهم بغى من حوشان. قلنا له شهر طال عمرك يا بالصبي مشكور ما قصرت. وحين على سنة قهوة من الفرض اللي هو عمود الأرض ومن الحوشانة، ومشكور يا ابن حاده المرار على هالصحة الطيب، لو انك يبتح عقب ما بتزرعت الاسواق منه والصياني بوي منه من الرطبات وتكثرت الخيرات، لكن ما على كريمة متشرط بوني ما حد شاف وين ما طحت وهي يظهر، ما حد شاف من نارك شراء يوم نحن هناك عندك ولا في شارب. لا والله جرب خيب والله يومينا المزرعة دبح يمير خرفان وسوى دلال دل ساير ودل ياية حافظ عليه. لا والله ما أقول أسوي سوالف والله يا جماعة الخير. كانت ليلة هادئة البارحة، رقدت ياهل ولا احتركت. شوفوا ها رقدت البارحة هي تراها هاي الرقدة، جلبت البرنوس سويت رضفين برت وتلحبت هذه خدت لوحدة لين اليوم الصبح نشيه طالت عماركم عدلت وتزينت. وهذا دزيت بالحيل كله اليوم لبسنا البربل وهذا جوت من جواتي بيداد وتلاق بعد في بربل زين، وهذا لينن والقميص لينن وهذا ابو محمد زين. وحين ساير طالت عماركم بقبض الدرب لين نفس خريج البارحي، لكن بقبض البحي بخط من تحت الجسر بحي خطف فوق الجسر، بكمل لين ريال لانكستر من ناكي وانا ساير وبلوط جدا ريال جاردن، بكمل جدا البحيرة بسير ان شاء الله لين الهرز هاكل بسير لمشاي بسير الشرق وبسير عقب غرب لين الساعة 4:30 عقب هي فندقية وبصلي بعين من الله خير وخلاص بعد بسير جدا اكسفورد والناكي بسير ما ادري يعني تعرفون مناطقي انا هاي المناطق ما اسير اماكن بعيدة ما في اسير اماكن وين ابليس امي عيال ان شاء الله حدني انا جاي ابوي اتمشى جاي اتمشى واعيد ذكرياتي في كرومول رود كرومول هوسبيتال ايرلس كورت كوينزويد جوار رود ماي فير يعني البقع هاي كلها يعني ما في اسير يعني ما في يمكن اسير بعد بقعد طرفاني هنا وين النهر ما في يسير أماكن بعيدة ما في عايز الناس كلها سايرة وكلها شايف وكلها تعرف. أنا ما بيايا قصد الدنيا أنا جاي أتمشي أفري عن خاطري أنا هذا جوي أنا جوي من هارز لين سلف رجلين لين ماي فير هاي اللي بقعد أسير لها يعني ما في يسير بقعد بعيدة إن شاء الله حدني إن شاء الله حدني أسير آخر الدنيا سير والله صور كنزلتون هاي ستريت هل بقعد بسير ما أسير أصور لكم لا أسير أسوي دخلوا بوي إنترنت وطالعوا متحف الشمع وما متحف الشمع مدام توسو مدام علو على هواكم. أنا بوي لا بسير مدام توسو ولا أنا من استويت والله خلقني من يوم أنا ياهل ها مدام توسو من يوم أنا ياهل لين آلت ملكيته إلى الحكومة وأنا يبوكم حكومة الإمارات إيه حق الجهاز ما أخذنا وأنا ما طحت اليوم بسير لا سير ولا تعنى جابي عضولي بيزاتي يمكن أسير. من تشوفون الباسات هاي صول وتيول في لندن عرفوا ان اليوم راح يكون يوم مشمس. من تشوفون هاي الجروبات السياحية ها كل هالباسات كشف عرفوا ان اليوم هذا بيكون يوم بطولة مشمس والناس مستمتعة في الشمس، لكن درجة الحرارة بين 23 و 25 25 لندن يعني تقريبا 30 مال الامارات اي زين براد وزين هذا متلبسين ودازين بالحيل كله. وحين طالت عماكم بنقبض الدرب لين لندن هيلتون بنخف بين لندن هيلتون واللنتر بنخف جدا الحديقة وتحت ومن تحت الجسر بنكمل طريقنا اللي خبرناكم عنه. يلا لقائنا إن شاء الله في الدرب. كل مكان في لندن سبحان الله تربطني فيه ذكريات قديمة وجميلة. الممشى هذا طالت عماكم كنت أبهر من المنطقة هاي كنا ساكنين في لندن هيلتون وانزل أمشي من تحت النفق ادخل شيء النفق هاك من العايد بارك يظهرني الطريق هذا. في الممشى هذا تحت الاشيار هذه تلاقيت ويا حياة الشيخ فهد الأحمد الصباح الشهيد رحمة الله عليه
تلاقيت وياه توايحنا وسلمت عليه. انت من وين؟ كان لابس لبس رياضة وجوت رياضة، يسوي رياضة الفجر عقب الصلاة يسوي رياضة، وتعرفت وياه سلمت عليه وسولفنا ورمسنا. وعنده فلة هني في طرف لندن، مش بعيد من الفلة، ما اتذكرها وين مكانها، لكن عنده فلة مسوي خيمة ما بخيمة، مسوي بيت شعر في الخيمة، وعازم وايدين. قال لي تفضل عندنا، وصرت أنا وكانوا عيالي ما شاء الله الجموع اللي وياي كلنا عزمنا يعني، وتفضلنا عنده ويلسنا ويابين جماعة وقهوة ومسوين مثل ما قلتكم بيت شعر في هاتش الفلة، مبعود وايد، فلة بسيطة وفيها حديقة عودة، لكن مسوين بيت شعر في هاتش الفلة. وتعرفت وياه وسولفنا ورمسنا، وسبحان الله طاف الزمان ويا الزمان، ولا تلاقينا عقب إلا من عقب عاد يوم يعني خبر استشهاده عقب مرور تقريبا أكثر من 25 إلى 30 سنة. سبحانك يا رب رحمت الله. فلذلك أنا بكم كل مكان في هالبلاد تربطني فيه ذكريات طويلة عريضة، فلذلك كل ما مر وكل زاوية في هالدنيا العودة اللي تشوفونها تربط بيني وبينها ذكريات جميلة ما أنساها رحمت الله عليه، رحمة الأبرار يا رب العالمين. هذا يوم يقول لك ذكرت شو اسمه حسينوه أبي حسين عبد الرضا، يوم قال نحن في الهايد بارك حديقة، حديقة في بطنها حديقة، هاي يقولك بنك في نصة بنك هذه الحديقة، وهذا كله هاي حديقة الروز، هاي روز بنواعة، روز متسلق اللي هو المحمدي، وهذا روز أبيض، وهذا روز بينك، وهذا روز غير، وهذا كيها ميني، يعني خالطين، لكن كله 99% منه كله روز في روز. هذه شوفوا شيرة الروز، شوفوا هاي بلادها، شوفوا كم مكبرها، شوفوا أنا حجمي كم، شوفوا مكبرها، هاي شيرة روز، شيرة مش متسلقة، لا هاي شيرة روز كاملة، شوفوها واحدة اثنتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان، ها كلها الروز. شوفوا الله عليكم شو عادة هذه بغايته يتفضخ الروز، كل واحدة أكبر عن الكف بمرت. فعجبة من عجائب الدنيا السبع، شوفوا أنواع وأشكال يعني ورناق وألوان غريبة عجيبة غير نمونة ما شاء الله تبارك الرحمن. تنسيق الزهور فن لا يتقنه ولا يعرف جودته وشكله وتعبه إلا الناس الفنانين. إيه حسب كي حطوا له روحه معزل، ها سووا له روحه معزل، شيء جميل 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 للغاية. سائر وياي لازم يخطف من تنزل من لندن هيلتون قدامك، هاي هي الحديقة، حديقة الروز جميلة إلى أبعد الحدود، من تظهرها تيك أنواع وأشياء أشكال وألوان، وأنت ساير وأنت ساير وأنت ساير وأنت ساير، شيء شارع جدا إن شاء الله بسأول لكم إياها من غرائب الدنيا موجودة هني عندهم في الهايد بارك. أعطني كم وحدة موجودة عندهم منهن، ما بوايد منها يمكن معدودات على الأصابع، خيبة ينبع حمر، لا إله إلا الله ما تصلخ الشمس، يا تحت الشمس ما يقهرون مساكن، ما يقهرون أدنات الدون بلصوا، حد يسميه بلص وحد يسميه برص. البرص هذا الإنسان اللي ينبع عادي ويغدي أبيض، هاي يسمونه برص، لكن فلان مبلص، المبلص اللي ينبع متصلخ هذا يعني مد ويسير، لكن البرص لا، البرص هاك يبطي لين يعالجونه، حد يتعالج حد له العلاج حد ما العلاج، لكن الحين ما شاء الله ما في شيء ما العلاج. فلذلك فرق بين البرص والبلص، فرق شاسع. شوف هذا الممشى هذا كله روز متسلق، لا خطفكم تعتل يعني غلبني والله ما يغلبني شيء، ما أقول لك شيء يا أبو محمد عيني لك باردة، وش قايل متسلقة كلها روز، هاي بنك، هذا بنك نوع واحد، وهذه بعد متسلقات بعد من غير يظهرك عمدانهن ركائزهن بيربل، واللي فوق اللي هو المحمدي، أما اللي تحت كهاند يعني مثل المقبض الركيزة، ها الوردة هذه ما عاد يسمونها. وانت ساير أشياء كثيرة ما تروم، متفننين فن تنسيق الزهور هذا يدرسون سنين الله، لكن لازم يكون موجود عندك أنت حس الجمال وحس النظافة وحس التعديل والتزيين،
هبل اخذوه فقلوه. الفنان ما يقعد فنان بالرمسه، يكون مخلف عليه الفن ومخلف عليه الترتيب ويعرف التنسيق ويعرف كل شيء. ما بالله ابوي لو كل من يونير، لو كل من يونير، لو كل من يونير ما تنف، لو كل من يونير ما تنف الوادي شير. قلنا لكم بدال الودي هلف، لو كل من يونير ما تنف الوادي شير. الوادي كيف متيلغه، يبون يسمرون باي طريقه. هذه وحده منهم، يمكن اربع لو خمس شيرات، ما شيء وايد منها الشيره هذه. هاي يسمونها الانجليز المستحيه. انتم هاي لو تشوفونها في الشتاء بتزيغون. شفتوا دبي؟ دبي غير دبي. من يجي القيض رب العالمين يتسيها على ما تشوفون ورق. شو هاي قمتها فوق، هاي قمه الشيره وتكوخ سبحان الله. تحرها حرمه ولابسه شيلته شيله ندوه من غلظ الشيره، تغلظ ابدا وتحت داخل تحرها خيمة غد بقدرة قادر سبحانك يا رب العالمين. احنا تخلدنا كل سنه اصور لكم اياها، تراني احنا كمان يا كورونا ما عرفت اصورها، ما جيت لا انا ولا غيري، ما حد ظهر من البلاد. عجبه من عجائب الدنيا السبع، داخل تحرها خيمه يا غير حرمه ولابسه شيله ندوه. هي والله حرمه غير حرمه، متشبع بسويعيه وشيله ندوه وميلسه. هي والله متكمكمه بكبرها، ما يظهر منها ادنات الدون. وشوفوا سبحان الله داخل تحرها عمرك داخل بيت. ها شوف بالله عليكم الخيمه زي ما ضربني هذا الحوي. ها شوف بالله عليكم ما بعجبه، عجبه تقيض وتشتي وتيلس هني جلسه كامله. دارن دارا ودارن ما والله هاك هذاك سموه حتى بهاي ما تظلم هويه. الله سلمني زين العيله اللي عن حد يصبر قبلي. ها شوف هي قمتها هذاك وين قمتها، شوفها داخل. اسمها المستحيه، اسمها المستحيه بالانجليزي لها اسم، لكن هو ترجمته ان المستحيه وهي مستحيه. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، عجبه من عجائب الدنيا السبع. لا اله الا الله. هذا المقهى مال هايدبارك تعرفونه كلكم، وهذا النزل اللي تظهرك جدا السفاره الكويتيه هناك وحده هاي المستحيه، وهذه الثانيه وشيء غيرها ثلاثه ظني قرب الريويل جاردن. ما شيء منها وايد بس ثلاث لو اربع ما يزيد عن خمس. هاي من الاشجار المعمره، لكن اللي ملفت للنظر شكلها في الشتاء. الحين في القيض تحرون هالشيرة عادية حال الشير، لكن في الشتاء شفتوا دبي القرقور، قرقور من القراقير الكبار ابدا، لكن بلية ورق. الحين يوم يعدي القيض برب العالمين يتسيب هالورق وتبين الشيرة، ولا في القيض تحراها قرقور، قرقور دبي دبي. يلا نصير على هناك. الله يا ابو محمد ما حد شراتك، ما حد شراتك في الدنيا العود، والله ما حد شراتك. شاء من شاء أبا من أبا، متعد على هواك. إيه عاد منهل تعبق الاسكريم مال لندن، اسكريم قلاصات. وحين كم من خط قدام مكان مال اسكريم قلاصات مال بسكوت هذا خدمنا. فنان لذيذ، الخلطة مالته روحه، خلطة الفانيليا هاي مالته روحه عجيب غريب. عجيبة يعني كل البلاد لها قوانين نسبة الحلاوة وكثافة الحليب وحلاوته وكثافة اللي فيه، فلذلك ما شاء الله عليه منهل عيب فيه. الحين من البارحة اثنين أخذ ورا بعض، وهذا الحين رقم ثلاثة، هذا الحين توه بادي في أول واحد. روح أبو إبراهيم روح. كلمة ما يزقرني الصفير، كلمة ما يزقرني الصفير هاي ما بكلمة، هذا وصف يتواصفوه به. قال فلان ما يزقر الصفير، أو فلانة ما يزقرها الصفير، شو معناته يعني؟ يعني اللي بيعزمها عازمينها تصيروا أنتوا عزموها، ليش توصون فلان ولا زيد ولا عبيد؟ ما بتستعزم لكم ما يزقرها الصفير؟ لازم هاي راس، اللي الراس لازم يتعنون له، لازم يتعنون له، يتعنون له عنوة، هبي طار شو ولا مسج؟ بتعزمه ولا بتعزمها؟ تعزمينها؟ لا، لذا قالوا فلان ما يزقر الصفير، او فلانه ما يزقر هالصفير. لا، لذلك هذا يعني الانسان اللي له قدر وله مكانه يتعنون له ويعزمونه روحه برسم الخدمه. هذا يوم مقصود
وقالوا والله ابو محمد نحن ما فهمنا شو المقصود كلمة ما يزقر الصفير. لا الصفير ما التصفيرة هذه، لا الصفير يعني ان الداعي او الزقر، تزقر زقر فلان باسمه، ازقره باسم الكامل يعني. انت خاطف واحد خالد ما بفتر ابو محمد ولا خالد بن احمد بفتر خالد ما بفتر ما يزقرني الصفير. هي نعم مينون، انا ما اتوايب مني والدرب، اتوايب الانسان اللي بيزقرني باسمي كامل ولا بيصقر باسمي هب متوايب. والله ما بغرور لكن واثق من عمري عيب اصلا تزقر ريال عمري 60 سنه باسم قاصر ولا بشيء ما له معنى انا ولا غيري. كملنا سيرنا وين الشيره هذه، خطفنا يمين سيرنا فوق الجسر ونزلنا صورناك وين هناك نجلس الملكه حياه ديانه، وكملنا سيد وسولفنا ورمسنا خطفنا البقع حايش كلها البارحه. اليوم بنخط من تحت الجسر بنسير لين رويال جاردن، اول بادي رويال لانكستر، من رويال لانكستر بنمشي جدا رويال جاردن بنخرج جدا البحيره الصغيرونه، ونحن خاطفين جدا بنايات مكتوم رحمه الله عليه، ونحن سايرين لين شو اسمه الهرز ان شاء الله. ظهرنا من النفاق ومن تحت الجسر ونحن خاطفين، تجيك هالمنحوته عليك اليسار مره على البحيره الثانيه هذه اللي عاليه الجسر، اسمه هنري. شو اسمه منهل؟ هنري موس. هنري موس، هنري موس قالوا لنا باك تسوي منحوته هذه، وكانت طالعه ماركم هاك الوقت مدروس. راحة عند ضرس العقل جات لنا جتال نش وسوالهم ابوي منحوته على تكاليف ضرس الرحى، وكان صديقي ويا ضرس الرحى لين وصل عمره 70 يوم، كمل 70 سنه يا وسوالهم هالمنحوته، وكانت هي اخر منحوته بحياته سواها وتوفى رحمه الله عليه، الله يغفر له ان شاء الله. هي توفى من عقب ما سوى جلعوا الضرس وسوى المنحوته واستوحاها من رحاه، وهذه المنحوته مالت هذا الرجال رحمه الله عليه. هاي دزمه فقيره، هي امه بالتبني، امه متبنتنه ولا هي عندها بنات هنتين اولاد اثنين، وكلهم ودروها عقوها في دار العجزه، وهذا هي جميع البيزات، وعقب ثمر فيه الخير، ثمر فيه الخير عليك تتبعك. السلام عليكم مدام. كيف هدى الله يسعدك، كيف حالك؟ انا هدى حبيبتي هدى، انا اتبعك. الله يبارك، كيف حالك انت؟ الحمد لله. انتم من المغرب؟ اي نعم. على العين وفوق الراس. هي زموريه. وانت؟ انا من مراكش. انا خالدي. فين خالدي؟ ابو ظبي. ابو ظبي مشرفين، من دوله الامارات مشرفين. السلام عليكم. انا اتبعها كل نهار على الماكل. شفتي تاكل وايد، تاكل غادي كبر السياره. الحمد لله، الله يبارك. هاي البنت بنو؟ هذه بنت ابناتي عمر. الينا. عمر والينا. منو ابو؟ ونوح. تعال نوح. نوح نوح تعال نوح. اربع يا نوح ما شاء الله عليك يا نوح. هذا نوح. نوح سلام عليكم نوح. يلا تعال تعب احبك، تعال بحبك عاد صبر. تعال تعب احبك. احب. هذا نوح الجميل جميل، وهذه لينا، وهذاك عمر ولينا ونوح. منو ابوهم؟ مونيا. سلام عليكم. لان بنتي. ايه. ابو سعودي. ابوهم من السعوديه. وانت ريلك من وين؟ انا من مراكش. وريلك؟ كيف؟ من زوجتي. هي هي زوجي فرنسي ما شاء الله. مسلم. الحمد لله، الله يطول بعمرك. تحياتي. هي مونيا وايمان. هي الله يبارك لك فيها. اولاد تشرفنا فيك. سلم كثير على قرب الله تهدى الناس كلها تعرفك. متشرفه بيك وان شاء الله نشوفك. ان شاء الله ان شاء الله. الله يزين. شو اسمك انت؟ انا جميله. جميله وانت جميله. شكراً. الله يحفظك. شكرا يا جميله. شكرا. شوفوا يوم الله يكتب النصيب، المحتوى روحي، المحتوى روحي وين ما اسير رب العالمين. شوف اصور من بعيد ها واقبله، وخلينا الحمد لله التصوير ماشي والحمد لله. قلنا لكم عدل لسانك تغذي الناس كلها خلانك، فلذلك الحمد لله رب العالمين. هذا هاي كلها تساهيل من الله سبحانه وتعالى، فلذلك القبول من الله والتوفيق من الله ورزق من الله. كل ما صفيت النية رب العالمين ييسر لك الأرض ومن عليها، لكن أهم شيء في الموضوع أنك ما تترك الصلاة. إذا تبغي التوفيق من الله، إن حد شوفوا ترى تارك الصلاة، تارك الصلاة لو بتدعي له الجن والإنس ما يمشي دعاهم دامك أنت قاطع الصلاة.
دام قاطع الصلاة الصلة بينك وبين ربك، رب العالمين ما يتقبل أي دعاء أبدا. لو إن شاء الله ما حد ما عليه ذنوب، الناس كلها عليها ذنوب، كلنا يذنب وكلنا ذنوبه أكثر عن وزنه. لكن لادمي اللي يكفر عنك أنت يوم بتدعي لك اللوادم لازم يكون شيء طريج طريج، لازم تكون تصلي. إذا ما كنت تصلي غير قبول، لا سيرك ولا ييك ولا عطيك ولا أبدا، هذا كله ما له أي معنى دامك أنت ما تصلي. أنت مسلم، طبعا خصك اللي ما بمسلمين، نحن نطري المسلم، المسلم صلاة بربه الصلاة، اللي ما يصلي لا له قبول لا عند الرب ولا عند العرب ورب العالمين، حتى ما ييسر أموره لو يسوي لي يسوي. هذا قاطع الصلاة، هذا قاطع الصلاة، هذا رقم واحد، هذا رقم واحد بالنسبة للي ييله ورزقه من الله والتوافيج وعندك ودونك وقبول عند الوادم، هذا قاطع الصلاة. أما عن الكذوب فحذر عيالك عنه، لا تيوزه ولا تياوره ولا تصادقه ولا تصير وتي وياه، وحتى لا تتصل له ولا تراسله ولا تخلي يكون لك قبول وياه حتى لو لحظة واحدة، وإن شفته في درب اخطف عنه مسير يومين. هذا الكذوب، الكذوب الكذوب ما شيء خس عن الإنسان اللي يكذب. يقولون والله الكذب من الرجال، خس الله ترجال يوم هذا ملحهم، خس الله ترجال اللي الملح انت ما ونه الكذب، الكذب اخس ما يكون في الدنيا الكذب، خس الله تل الكذاب واللي يكذب واللي صادق مع الكذاب. اياكم الكذاب تحملوا تيوزونه، اها تيوزون هالكذاب تحملوا، ولا تيوزين ابوي بلك كذاب رايت التدوبير والكذب، هاي مره خليها مسير يومين تبعد عنك وعن ولدك عن البيت بكبره، بتجلب لكم البيت جحيم. خذوا رمستي، اعرف الجن والسكن وصادق العالم كلها، واعرف شو قضى وشو مضى على الناس كلها، لذلك تحمل تيوزين ولا كذاب ولا تيوز ابويه بنتك كذاب. هذا ريال من يكذب مره خطب عن الفنيان. شو هالمتبوات، ها تحط لهن الاكل ويتراكضن، انسيات جارب العرب. وين بتوات انتين مكان بعد منك عدار ريال جاردن ريال لانكستر بالاميات كلهن على شيرة واحدة، نسيب نحط لهم النخاي والبسكوت والقطاع الخبزوي انك نحط لهم على كتوفة كما تشوي يسوون هالمتوات طلقات مرة. الصروق ليش تصرق بيتوب، ان الله يقبل توبه الوادم اللي صارج وبيتوب يتوب يروم يتوب، والمخطي يعتذر. لكن الكذوب هذا ما وراه فايده، مستحيل اللي يكذب يودر الكذب، اللي يكذب وديه. عرف ان طول حياتك اليوم اكتشفت ان كذب عليك، عرف ان حياتك هاي اختفت كلها ويا كذب في كذب. اسالوني انا يا من حضر، اسالوني انا والله يبقى اكتشيت في عرب وايده، تشيت في عرب وايدة. يوم اتضح يوم كشفوا للنحشة من كذبه وحدا كذب علي عقب هالكثر سنة، عرفت ان طول هالسنين اللي اختفت انا عايش وياهم في كذب ودوان دين، وما كنت ادري انا مش عبيط. لكن ساعات سبحان الله من طيبة القلب وصفات النية صفي النية سبحان الله يظهر سنين الله علاقة. أو تكذب عليه طول هالسنين كلها وانت ما تدرين، لكن تكتشفين في آخر الزمان، حتى لو اكتشفتي في آخر الزمان بتقضين الطرف بتقول لا مستحيل، يعني لأنه ما يليج في العقل. حتى لو تدري بأنه كذب هذا الموضوع بتطوفين، لأنه 5-6 سنين وهي وياك ربيع ولا من هالكثر دهر. لكن سبحان الله اتضح أن الكذبة هذيتي الوحدة تكشف الماضي اللي طوله 15-20 سنة، اتضح عقب كل علاقة ويا العرب اللي عن طريقها هي أو عن طريقه هو ساس الخراب وساس البلاء من كربلاء، يطلع هو اللي يخرب الصداقات اللي بينك وبين الوادم هاي كلها، وبين العمل هذا كله، وبينك وبين الوادم هاي كلها، وبينك وبين إيران في السيارات وياك مرابعك لهاي الكذابة اللي أنت ما بطايع تسمعين فيها لا حق ولا باطل. هذا هاي يسمونها صفات النية وصفات القلب، وما تفعل صفات القلب. ما شاء الله هني كل همك يلغي، يتشمسون. ليش أنا متحامل على الكذاب؟ شو السبب اللي أنا متحامل على اللي يكذب؟ اللي يكذب طال عمرك طال عماركم يكذب لدرجة أنه روحه كذب الكذبة وصدقها،
مستحيل انك انت تقنع انك كاشف لنا انه هو يكذب، لان روحه هو مصدق كذبته، كذب الكذبه وصدقها. فلذاك يبقى يقنعك، فكيف انت بيروم يغير وجهه نظرك انك انت اكتشفت انه يكذب يوم هو روحه مصدق الكذبه؟ معنى عاد في قلب الشاعر قوم انتم فتشتوا حينه، فتشتوا حينه كان حد يكذب كذبه يصدقها. سبحان الله، جميل جميل الى ابعد الحدود. هذا منه، هذا يظهرك من هالاماكن كلها، ويظهرك جدا الريال جاردن. وهذا الريال طالع في عمارته اللي تشوفونه، هذا عبد الحشيش المسيبله والجت، هذا عبدة الجت المسيبله، ويصور عمله مبسوط وسعيد ومستانس. وهذا تحف يخبرونكم كل تحفه من هالتحف شو تعني وشو مصدرها وشو مكانها وشو مسوين، شو راسمين، شو فاعلين، شو تاركين. وهذه الدواء خلي ما توجف. يا ربي هالشجرة مغلظها، لا إله إلا من هل طالع بالله عليك، هل لادي مو مصارون عدالها. يا ربي يا هالشجر سبحانك يا رب. ريال جاردن وما أدرك، ريال لانكستر وما أدرك ما ريال لانكستر، يا معيت وامطرت. حافظ على العرب يسكنون هدوم الأول، كانوا يسكنون في هالفندق عليهم رضوان من الله. اي نعم، ساير والياي والناس كلها بويتي وتاكل وتمث يدها في الطوفه، وهم طرجين وهم طرجين، كلوا وشربوا وقضوا ومضوا وتفاولوا وتقهوه وتدخنوا وساروا. اي الله يطول بعمارهم ويحفظهم، جماعه طيبين اياويد، ناس مكرمين الطيفان ملفين اليوعان. العرب كلها تعنا لهم، يوميون لندن تحيا عروقهم، تحيا عروقهم العرب ايرانهم هنيها في هالمكان، لخص الايران عاده اللي في الطرف مني ومناه يتغانون ابدا، بيزات الاكل والشرب يردوا بهن ما يصرفون، والسب شو خلاص كل شيء معقوق عنهم. سبحان الله، كل شيء وله ذكرى وله تاريخ وله. انا دوم اجلس على الكوفي هذا الاول الصبح عاد قهوينا طلب عماركم في الكافيه الفنان، بعد تربطني فيه ذاك ذكريات قديمه. دوم يجلس على الطاوله هذه لكن يكون بالله اليوم شمس مارنت، بنظهر الحين مثل ما قلت لكم بنتمشى لين نوصل طالت عماركم ريال جاردن. من هناك بعد بننكس جدا جدا طالت عماركم شو اسمه الهاردز ان شاء الله. الكيو كله لاجل هذا الايس كريم، كل هالعالم ايس كريم، سياره روزريز، شوف العالم ما شاء الله. ايه شو التحرون، له سحر الايس كريم، له سحر غريب عجيب ولذيذ الى ابعد الحدود، لذيذ الى ابعد الحدود. يا ربي يا هي امه اسبيك البربل صيح اذنيكم يا هرب يا هلا الريال لانكستر، صيح اذنيكم الله يعودكم ان شاء الله على هالمكان الفنان. كل سنه وكل حول وانتم فرحانين مسرورين يا ربي. يناه يناه المبروك، يناه يناه عديبه اكثر ما شو بقول لكم، ست سنوات من ست سنين ما طحته، ست سنين اربع سنين واربع يا زين، وهذه تسعه إما ترحمني ولا رحمت الله واسحيه. سنين ما طحته. خالد وهذا مبارك وهذاك ذياب وهذاك عبد الله. والله اللي مليون مرحبا. والله الصدفة الجميلة الصراحة. يا مرحبا أبو مسعد. شرفنا بشوفكم. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. اسميها العالم. أتي مخصوص 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 يا أبوكم حق بس تمتع ناظريها. هالدنيا اللي انتم تشوفونها بس تمتيع نظر هذا روحه يسوى ويستاهل. ايه لازم تشتري تي تطمش الطماش، روحه هذه تسوى وتستاهل اكثر ما يكون. الواد اللي تفرح له صوغه هرز، هذا هالقويطيات هالقويطيات مستوى الدنيا، خلفوهن لك 600 لون ولك 600 نمونه ويابو لك 600 شيء يا غير عن هذا بيض الصعو اللي بي قال لا تجيبوا لي غير بيض الصعو اللي بيوصي
طلب بيض الصعب، ما اريد الا بيض الصعب يا ابو على بيض الصعب، انواع واشكال، شيء حلو، شيء الوان، شيء مشكل، شيء ملبس، مليون نوع نوع. وتي وتودي هدايا، هاي هدايا هالندن. والاول تعرفون كل محل له شيء، ولا دوريتر هذا معروف، غير هذا المكرون ما شيء يا ابو لكو 600 طعم. الاول نوع نوعي، عقب ابوي جلبوهم مليون نوع يا ابو ما شاء الله تبارك الرحمن. شو بقول عجب، حياه حياه حياه، بس انت زهب بيزات يوم اللي تروح زهب بيزات. وهذا غطوكم ابويها فراب لحد ساعة ريدي فريش، دقيقة بدقيقة تا. دقيقة بدقيقة تا. قمسوا لكم الفرابلة لاصوها بالشوكولات. الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. من يحث حطوا قيطيات وجسموه، ما بأي فرابلة عادة، لا فرابلة فرابلة معدلة ومزينة ومنظفة ومعقمة ما تعود، بحالها حال الفرابل العادية تخترب يومين، لا هذه تبطي. اللي وادم ابوي ها انتي بتطمش تتشرع. شو بقولك يا ربي، كم بتقاوم يا الانسان، كم بتقاوم، كم بتطالع، كم بتشوف، كم بتطالع يا ربي. القواط الاوليات الاصليات اللي تحيدونهن، هذا شيء عقب يابا وسويت ساور وملح مالح وحلو، مليون نوع نوع يابا، لكن المول على الأولي، هذا هو الأولي. شيء منها قويطيات معدن وشيء قويطيات من خشب، وهاي قويطيات اللي من كرتون. ها هاي صوغة لندن، يبون بيض الصعب من لندن، ها بيض الصعب من لندن. يوم الفيل ستيك، ها هذا الفيل، هذا الفيل اللي غير نمونة. شوفوا هذا الضليعات لام تشوف على كبر الشيف، لكن مال عيوله. وهذا اللسان، اللسان طالت عمركم في سلفرج، شيء مطعم بس يخدم اللسان، لكن طبخه لذيذه عجيبه غريبه. شفت صورته من زمان لكن نسيت، الحين يوم شفت اللسان عندهم في ارز تذكرته. وان شاء الله بسير في يوم من ايام الله بصور لكم الطبخه هذه ان شاء الله. اسم هذا كل عيوله، ها وهذا عاده الصخور التويسات. على فكره ترى ما حد يداني لحم التويس، يموتون على لحم الخرفان، بيموتون هبل لك هم 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 وغيرهم والبيبي تشيكن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انا السم كان لا بد ولا عذر، اما تشتهي النفس لا تملك سلم النرويجي ولا مالوين، وهذا ريد سنابر. شو بقول لكم المحار ولا شو بقى، ما في شيء في الدنيا ما بموجود. الكافيار عادة عدو غلط، أما الفواكه حما نصير نصور لكم فواكه، فواكه اللي تيب العافية. شو حبة التين، شوف اللتشي، شوف الدنيا. يا سلام يا سلام. إيه وهذا أحسن نوع كرز، هذا بورانجين يسمونه. شفتوا النبج اللي عندي بخد وخد، ها على تكاليفه موسم ما شيء هذا كعب الغزال، كعب الغزال يا متحني بدم الغزال، هذا هو كعب الغزال. يا سلام يا سلام يا سلام، السحور الدنيا. شو بقولكم يا ربي، يا هي الدنيا يا هي الدنيا يا هي. وعن الشريح، هذا ابوي شريح، تعالوا تخير اللحام اللي انت تباه، بقيت مال مال عفاريت، مال صخور، مال بقر، مال فيله، مال قاصر عليهم فقط، مال اوادم، كل شيء موجود اللي تبا موجود عندهم. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. غاوي بعد شيء طعم الفلفل الأسود، شيء بالجرفة، شيء مطارج من غير غير عوال، وشيء شيء غير بشرات المساوي، شيء أنواع وأشكال. تعال وتخير، واللي وادم أبوي تتشرب، وكل زين كل زين من أفخر ما يكون. بدأنا طلع عماركم في المطعم مال هارت اللي هو مشهور عن البيبي تشيكن، ضافوا حاليا بعد عندهم ستيكات، طلبنا ستيك حق منها لان طلبت البيبي تشيكن. اصور لكم اياه حق البيبي تشيكن، عندهم شيء غريب عجيب ما يوجد الا عندهم فقط في هرس في قسم المأكولات.
اهلا طالب عماركم تي حق هالبيبي تشيكن. شوفوا هذا كل بيبي كبر الفنجال ويون عالم أمة لا إله. تشوفون هناك يقطعونهم يعدلونهم يصبون وحدهم كيل. عجب عجب أقولكم عجب. ما شوف أمة لا إله إلا الله كلها جاي حق هالمطعم حق هال حق هالأكله الفنانة. أمة لا إله إلا الله بيبي تشيكن والستيك كان أكثر العالم كلها 90% حق البيبي تشيكن. واجيو ستيك وهذا كلام ستيك وهذا البيبي تشيكن. هذا المول على البيبي تشيكن. وديس رايس زفران رايس هي ماكرون باستا تروكل ماكرون هي هذا ثانك يو. هذا البيبي تشيكن هذا غرام 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 الاخ الحبيب عزيز تعمل هذه هناك لندن. والله والله يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالدكتور يا مرحبا. هذا من نوابق المحاربه من نوابقهم ما شاء الله. دكتور مميز فنان وسيف نتعلم منك يا ابو محمد حبيب ما شاء الله عليك ما عليك فخر للشباب الامارات واحنا نفتخر فيك طال عمرك وسوشيال ميديا وكذا اعلام ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك محمد زين ما تمثلنا طال عمرك بهالمجال. الله يبارك الله يحفظك ويوفقك يا لازم تعرف اني احبك يا ابو الله يطول عمرك وانت الناس تحبك ابو محمد. لا حبك الناس هذه كنز. الله يبارك الله يحفظك يا ابو محمد والله التوفيق. كانوا وياك اكثر من عن 20 نفر توهم ما بغيت اصور لان سبحان الله حد يوسف حد ما يجي وقت اكل يوم ساره وفات كذا بصور وياه ترميك الشاب الفنان الوسيم. الله يسعدك ويوفقك يا اخوي. الله لا خلاص انا ربك شكرا. الله يحفظك. يقول لك الوريج هذا الوريج هذا وريج البيبي هذا ورش ترى كامل. هاي شوفونه طول الصبع. هذا بيبي تشيكن ما بطيور شيء طيور شيء سمار هذا كله نحن عارفه لكن البيبي تشيكن يومي هالكبير هذه عجبه من عجائب الدنيا السبع. ولذيذ شوف العالم هاي كل هالامم جايه فقط لجل البيبي تشيكن. كل هالعالم كل هالناس خلق الله ما خلق كان شيء عدو حب شيء من زينه كبتي من زيها. هذا ورك الكبرى ما يظهر من شيء وين يبقى يحبب النبي. يقولون اختلفت او نساءت الدنيا بالعكس الدنيا بعدها مجبل بخير والعالم والحياة والساير والياي والناس تظهر وتتشرى وخرايط وقراطيس وشو بقول لكم ما عليكم اللي واد ما عندهم ثقة من نفسهم فاقدين الثقة في أنفسهم فلذلك الإحباط اللي عندهم هذا يطبقون على العالم كلها. الناس هذه ساير وياي والعالم أمة لا والله يا أبو خوي اللي ما شفته شيء منهم ما شفته من 20 و15 سنة كلهم شفتهم حاليا في هارتز وسبشو هارتز وسلفريج وإكسفورد الناس كلها تصير بتي. ما عليكم من هاي اللوادم اللي كسروا الميادي يقولون لكم والله يلسوا وقرب حق شو تقرون دام أبوي عندك مجينجة وبيزات فر بالروح العزيزة دام شيء خرده فر بالروح العزيزة حق منوت يودهن سير أبوي شرق عمرك أنت وعييلك وحرمك وبناتك حتى ريل حتى ريل بنتك شله حتى الأنسابك شلهم دام الله مرحي عليك ترى لبعيب ولا بمنقول حتى اللي ما عنده وده خليه يصير فرع خاطره وعزمه العزيمة ما بالله على مطعم يعزم على الإنسان اللي عنده يعزم يعزم ويودي ويسير ويودي ويجيب والناس الحمد لله خير خيرها وشر غيرها تستعب من الواد والله لا تظهرون حق شو لا يظهرون والله لا يقطنون بتقطنون انتم بيزاتكم حتى ايرانكم يبتونهم يبتونهم الاكتئاب يعني بدهم في بيوتكم الاول الواد تظهر من بيوتها شهرين ثلاثه حتى الرطب يخترب البيوت الفاكهه تخترب البيوت الهمبه مال حد من يلقطه اللوز يقطن في امهاته والسب شو الأول يلقطون لوادم الصلام بيكسرون ويأكلون صلام اللوز حين ما نطيح اللوزة سيدوا كلوها أنا ما وين الصلام وين العنقيش على قولة الأولين الأول ما يدورون الصلم دوار من كثر اللوز اللي يطيح في بيوت الناس الحين اللوادم ما تظهر من بيوته الأول يعني الناس يصيرون يخمون اليابس اللوز من تحت بيوت اللوادم اللي عندها لوز الحين هل بالبيوت ما يظهرون فلذاك انقطع رزق منو اللي لقطون الصلم مال اللوز ويبيعونه. شوف انت رزق ناس على ناس رب العالمين جاء الرزق فلان على علان
ولا هاي اللي يقطون الصلام اللي هو عنقيش اللوز يكسرونه يظهرون الصلمة منه ويبيعونه. ها الحين قطع رزقهم السبة شو هل بالحيشان والبيوت الكبيرة ما يظهرون من بيوتهم ما يظهرون ولا يقادرون واحد يحترج 24 ساعة مجلسين في البيوت يحاتون المخاسير يتحرون البيزات أبوي تي حق الطير البيزات ما تي حق التم تب الدهر مسك الفلسك الأبيض لليوم الأسود ما شيء أيام سوى الحمد لله لا بيعود الفقر ولا بتعود الحاية ولا بيعود الرقيق ولا الفقر ولا عندك ولا الحمد لله اللهم لك الحمد كل إنسان من يطيح طاح رزقه وياك عيالكم وأنه وحفادكم وراكم لأن ما يتم إن شاء الله نباض السر من عدوان الله كلهم هل يفالون على الوادم أن يرد الفقر الأولي ما بيرد بتحيد عمرك عندك بهنسات ترى مليون ومليونين هاي ما يسمونهم بيزات ها لا خيب شوف تلق بكبر حي يا سلام العشق غرام دواب تاني دوب الله شو هذا يا سلام الله الزين وين في لندن ولا المدينة الله الزين وين لندن ولا المدينة معين عليك باردي أبو محمد إيه عندك بهنسات مليونين وثلاثة تصير تعزم أبوي زيد وعبيد وفلان وعلان تقول والله بتمريل وبس بغادي حاتم الطائي لا اللي عنده ملايين يسوي ميلس ويطعم ويطعم مليار وصاحب وصديق لكن هالي اللي عند أنا طري اللي عندهم أرقام تخوف اللي عندهم أرقام تخوف البنوك عايزان عنهن ما عرفوا لهم ما يبون لهم خبراء يحسبون بيزاتهم هاي الأبوية مفروض يشلون ثيرانهم وصدقانهم وأنسابهم وربعهم إيه هذا هو أهل يطريهم ولا أبوي لي راس ماله بهنسات هاي أودهن جاي إنك رمضان تصدق تحجج حد مني ولا من أنا ظاهر طالت عماركم تحيف تولي ما استوياكم سولفت لأن هالرجال هلا بالغالي قولوا شو اسمه أنا محمد سكر أحلى من العسل هذا محمد سكر حياك الله من فلسطين الحبيبة الله حياك فلسطين الحبيبة كيف أحيا الله. بعيدا عن سهولك والهضاب وتنادين السهول ما نسيت تعالى هيوم صف الثالث حافظنها واليوم ذكرتني إياها من قلت لي أنت بفلسطين كيف حالك والله بخير الله يفضل إياك أنت عزيز وغالي والله علي الله أهلا وسهلا فيك نورت لندن هلا بالنشر ليش دور على دور تعال هلا بشيف حالك الله حبيبي يومك منورين من انت شايف مراد موجود وين حيبة جايك عشان مراد يلا حينا شايف كيف تودينا من الحر لا بسم الله عليك بسم الله عليك يا سكر اليوم بدنا نتغدى مغربي خلاص الله زين الله يحفظك الله يحفظ لي الله يرضى عليك والله منورت لندن مرحبا يا هي طالت اعماركم الفندق هذا يوصفوا لي فيه كرواسون العالم كلها تي علشانه الكافيه مالهم ان شاء الله اللي بتصير بطلع بخبركم عاد يصيحونه يعني يصيحونه ان العالم تي مخصوص على لاجله بتصير نحن قالوا تربوية وطالع ورد علينا الخبر قلت ان شاء الله رجع انا بخفي حني قالوا ابوي موجود من الساعه من الساعه 7 الصبح ليه 9:30 بعد 9:30 للدولة يخلص رديت تي 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 مثل ما سرتي تي مثل ما سرتي تي كان في خاطري متهلع عليه كل حد مخبرني عنه كل حد واصفنه يصيحون يا يطير لجله يوم جيت هذا ما قالوا لي هذا ما بليد حيلة كان شاوتن فيها العافية إن شاء الله في المستقبل قريب إنه بحصل أرد باكر وصاكر اللي حقنا بعدنا الحين 16 يوم عايبين في حد دار طيبة لبست أبو محمد للمساء لون جيشي والجوتي جيشي والدلاق ها بعد في لون من الجيشي شو بقول سنة تعرفنا هني من سنة 80 من هالكويت اسم ناصر النفيسي وما شفته من سنين الله يوم لقته اتواصلوا وياه بالسناب وبالواتساب وكل شيء لكن ما تلاقينا يوم عد امسات قال لي انا بكم في لندن الحين دقت له قال لي انا في الحديقه قلت له قام يوي له سعد الحين ياس قهوه عندي وسولفت وسانست وياه ناصر خبرت العرب كلهم انك عندي هذا فيك من اصدقائي القدامى الاوليين ها الكل بيتصل فيك هي والله سبحان الله ودرت الفندق بحرت ويا ناصر جاي بربيعه وياه
ربيع من هالبحرين سايرين وين ويجيبني فراش ييرس هو يا ربعة كل سنة هالمكان ييرس وحين المرة هذه شوف ما شاء الله خلق الله ما خلق هذا ربيع من هالبحرين ما يدري بيني رياي هلو سلام عليكم يا ربي شو خلق الله حنين زاغ صربع زاغ 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 شوف العرب شوف العرب ولو من خلف حجاب ها هذا داخل لك عندهم حفلة وهابوي لي ما راموا يدفعون فواتير شو اسمهن تكيتات تذاكر قالوا ابوي ريحته ولا جميحته بنيس ابوي نتسمع نتسمع لو من بعيد لي بعيد ريحته ولا جميحته اللي عندهم بيزاد دخلوا زين اللي عندهم فلوس دخلوا واللي ما عندهم فلوس مساكين ها شوف وين تموا حليل ما يبوا ما سوت الحفلة في نص الشهر الحفلة سوت في نص الشهر ها لوادم ابو ياسين لوادم ابوي كيف وقفت معاشاته ياسين بيسمعوا من بعيد لبعيد يوم يقول ريحته ولا جميحته من خلف الحجاب ويميع الحرس والشرطه والسكيورتي مأمنين المكان كامل المكان كله مأمن لعن حد يعبد من ورا فوق الشينكو وهذا اي والله جيت ريال طالت اعماركم في سيتي ووك في دبي قبل كم من سنه زمان انا شفتك زمان اي شو اسمك قال لي محمد بومالح بومالح قلت معقول احد في الدنيا اسمه بومالح طلع على ابوه كتب بومالح ابوي كان يبيع مالح ابوه كان يبيع مالح في دير وانت تبيع مالح انا ما ابيع مالح انا سويت مصور عندي محلات مال التصوير وهذا والحين خلاص تقاعد صرت بعيد عن شغلة المالح وايد بعيد وايد ما يخص من مالح لين مصور مصور استويت عقب دخلت بسوق المالي هي وكنت بعد محل المالي ما اقول من عقب المالح لا يوم اقولكم لحد ابوي يتقبض في شغله واحده هذا مالح اي والله وسوق مالي وسمسار عقاري وحاليا في اكسفورد الحمد لله شو شيخ يعني انت كملكم بكملكم احيين في لندن من فوق اربع شهور من فوق اربع شهور لا اله الا الله والسب من ورا المالح لا سب العلاج الله يخليك طول عمرك يبارك فيك تروح البركه فيك ان شاء الله الله لا خلينا منك الحين الفيديو اللي سجلته وياه قبل اربع سنين موجود عندي يوم اسالك عن المالح وجاوبتني وتفارقنا في السيتي ووك وتلاقينا في اكسفورد ايوه نفس الطاري طاري المالح في دبي وطاري المالح في اكسفورد اسميك المالح لك حنة ورنة كان بنتي وولدي هذا كيار وحينه عرس الولد ما شاء ما عنده ولد وبنت ما شاء الله هذا من عقب المالح شايف الخاطر ألف لا بأس عليك أطمنكم أبوي محمد أبو المالح بخير وسهالة خبر ربعه وصدقانه وإيرانه أن تعالج والحمد لله هذا ها صاحي الويه قمري انت بخير حرمك اللي ما بصاحي وحين بخير هي الحمد لله سووا له عمليه مرتين والحمد لله والمعاش زين مال الحكومه الحمد لله ما مقصر يا حكومه الحمد لله البارحه كنت اتكلم عن هالموضوع انه يمشي المعاش من يوم نحن يهال لين اليوم حق المرضى ومرافقينهم والمرافق والمدامه في المستشفى اعطونا اقل يوم يظهر المستشفى زادوه المعاش لا ما بقدر شوف الله عليه ويتلقى فوقكم حتى من شؤون يعطوني من الحكومه يعطوني الحمد ما مقصرين خير بلادنا بلاد خير ما نطلب من الله سبحانه وتعالى ان الله يطول بعمر الحكومه قاده وشبه يحافظ كل انسان يسوي خير في هالدار وانت تستاهل الخير انت تستاهل الخير بس انت اسمك يا ابوك اسمك فنان اوكي حبيبي شايف الخاطر سلم حبيبي سلم الف لا باس عليك سلم على ام العيال بر الجربه ها في هالمكان من تطلع من باب سلفرج الخل الجانبي هذا كل هالدنيا مطاعم من اول الشارع لين اخره من تدخل هنيها في كوفي من هناك عداله مكان تصورت لكم فيه من قبل 4-5 سنين كريم كراميل
ألذ كريم كراميل في الكون تقدر تأكله في هالمكان اللي حينه أراويكم إياه. إن شاء الله يكون موجود مكاني يعني. أكيد إنه موجود. لأن الشيء الزين مستحيل مستحيل ينتهي مستحيل يروح لأنه جودة دامها عنوان موجود أكيد إنه يتم موجود طول حياة هناك هذاك. الطبابيخ مسكرين مطبخنا مسكر مطعمنا مسكر. قلت له زين نحب نسأل البار على المطعم على الواجف. قال أبويه العمال تعبانين. زين قلت له خاري. قال المطبخ بكبره مسكر. طرت فوق وقعت تحت ترشيت في خاطري في هالمكان قوت اسمه شو هو هذا ها اسمه قوت أهم كريم كراميل في الدنيا العودبة القطول. هي والله دوم تبني أخبرهم هي والله أحلى كريم كراميل في الدنيا بتاكلونها. ييته قبل 5-6 سنين وصورت عنده ويته رب العرب ما شاء الله لأنه جيد جيد ومميز. يا الله حرام يني متحلع خلي عنا الصيايزي على ال السلام عليكم من أنتي؟ والله والنعم حياك الله. أقولكم متحلع عليه هليعه لكن سبحان الله ما الله كتب لي نصيب إنه يكون فاتحي كلوز غيت بغيت حيلة بتغيلة عندك دونك يبني برا بوقف عند الباب في دير تيك اوي. قال لي بتوين 4-6 من 4 العصر لين 6 المغرب هذاك الوقت أبوي الكامل غير هذا الوقت لا تدور ألد كريم كراميل في الدنيا بحياتكم بتاكلون اسمه قوت أظني لفرع مكان ثاني ما أدري كان هذا المكان أهم مكان يبيع كريم كراميل. المحامي عبد الله الهاجر من هالكويت فرحت بشوفك يا مرحبا بك وسهلا شرفنا بشوفك شرف لي طول عمرك يا سعيد حظي بحشوفك الله يحفظك شرف لي طول عمرك الله يحفظك نورت لندن طال عمرك بارك فيك سلم على ربعك اللي ما يبون يصورون يوصل كلها. ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله جميعا ابوي ليحيد عمره علم الاول الاولي هذاك اللي بيبي يتحرى بيلقط مكان في المطاعم الحين كل هالمطاعم ابوي بدون حجز ما تلقى حتى لو مطيع معادي صغيروني لو ان شاء الله بينجلب الحبشب ما عطوه طاوله من كثر العالم انحلت العرب خلوا العرب الانجليز من كل بلاد جايين اوروبا كلها متشبع عندهم هاو هي بلادهم غاليه لو رخيصه شو بيستوي لو لندن رخيصه كان بتلقى طبويه الوادم اكثر عن الشياء شوف كل مطعم منزور لين عين ما تلقط ولا طاولة فاضية مستحيل تلقط مكان فاضي مستحيل مستحيل انك تخط بدال المطعم ما تلقط كيو لاين لاين طوله طول عرضه عرض ما في حايك ابدا كل الاجانب ما بالله مرحبا وسهلا انا بصور وياك تعال ياي هلا هلا مرحبا بك انا رقم واحد انت والله يا ابو محمد محجراتك قلنا لهم محجراتك ابو محمد كم عاد فتشك انت قلنا لكم محجراتك في الدنيا العوده والله العظيم شفتوا ادمي هالنمون انا اقول بعدني مطرب عيني علي بارده ما شاء الله عليك ابو محمد سوالف وضحك وعندك ودونك ما تعرف شو الموضوع الموضوع فيه سر شو السر الله اعلم به ايه وين ما اسير ما شاء الله اسولف ويا العرب تحراني اعرفهم من ما اسير اعرف اللوادر اللي ما اعرفه هو يعرفني لو بعدني معرف هالشيب وحتى معرف ما بهالنمونه عيني عليك باردي ابو محمد تبارك الرحمن خير الخالقين وصلت لين كرنب ستريت يوم جيت كرنب ستريت ولنت اخيبه ترى الاشاره حمراء يوم يذكرني بسريت ولأن تشابي وأظلمت الدنيا سكرت العرب خلاص أنا وايد جاي متأخر هو يينا حينة أولد بونت ستريت يينا أولد بونت ستريت حب نمشي لين البكادلي لكن هذا المكان اللي تشوفونه أجمل ما يكون متى أوي سوري أجمل ما يكون طارت عماركم في النيو يير والكريسماس حرام يا إن ما تشوف
ما تشوف موطى رجل من العالم ليل بنهار، ما تقدر تمشي من الإنارة والليتات والزينة، كل هالدنيا السماء ما تبين، كل هاي السماء اللي تشوفونها ما لا تبين من الليتات والشيء الجميل، المناظر الجميلة. لكن نحن هذا متى يلا اسمي طيب من هالوين؟ من أهل مصر، النوبة. من نوع أقدع ناس؟ الله يخليك، الله يخليك، والله لي الشرف حتى تصور وياك، والله سعيد بشوفتك. الله يخليك. الله يخليك يا. من وين؟ شو اسمك أنت؟ مصر. طيب اسمك شو؟ طيب مصطفى. انت اسمك طيب؟ إيه؟ والله والنعم حبيبي. مرحبا براعي النوبه. الله يحفظك. هلا بك، تشرفنا فيك يا راعي. تداوم هني تشتغل في مصر؟ ايه. في لندن؟ ايه. شو تشتغل؟ مقهوي. والله وين عند منو؟ ها؟ عند من؟ والله ما اقول الاسم. حياك. سلم على معازيبك. سلم عليهم. هذا اول مره ما يطيع يخبر حد. أولد بونت ستريت من أجمل الشوارع في شنتية لندن. اللي بيوصل لندن ولا بي أولد بونت ستريت هذا غلطان. جميل 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 إلى أبعد الحدود. جميع الماركات اللي في الكون كلها فيه، لكن ما بأي ماركات عادة، الماركات اللي أغلى ما يكون في الدنيا عودة وأندرها وأقواها، من مجوهرات وملبوسات، دور أزياء، عراقة، أماكن بيع لوح، كل شيء زين فيه. ما في مطاعم، فقط فيه أنتيك كل شيء، هاي الغالية مش الشيء العادي يعني اللي تلقطه في كل مكان، لا هاي من الأشياء اللي فقط في لندن بس فيها الشارع، ما توجد في أي مكان آخر. أوعدكم إن بكرة كل هالأماكن بتتصور إن شاء الله. ها كل هالعرب اللي يشوفونهم جايين الحين، ها كلهم منفتشين من الحفلة، كلها وقفت الحفلة الحين، كلهم رادين، كل هالعالم كل هياي، ها كل هياي من الحفلة باتجاه بكاديلا سيركس، كل هالناس الحين عقب الحفلة رادين بكاديلا سيركس. لكن نحن جيتنا مخرة الوقت هذا، مفروض اني المغرب يعني قبل المغرب شوية، كان قبل المغرب شوية كان عندي شغل ما رمت. شوفوا شوفوا التحرم من ايام الحشر، ها كلهم مفتشين ابوي من الحفلة، كلهم مفتشين بالحفلة. أمرا بريقة ويت بزعافي ولا يا ربي. شفت أخوك أحمد، شوف العالم، شوف العالم على الشوارع من هنا التن شرق وغرب. ها يا ربي، يوم من أيام الحشر. ها شوف يا ربي يا الخلوق، ها كله سايري ظاهري من الحفلة، ها كلهم ظاهري من الحفلة. هالشي يا أبوكم كل هالعرب هاي ظاهر من الحفلة. ثم كل الكلاب والشانور. أمم حالف لي ينطحني لك بيش، والله لا بيع لك بيش، كسر أصابيع لك بيش، والله لا بيع. شوفوا ما كنت وصلت هالدار إلا أصور لكم هالمنظر، لا بد ولا عذر، لا بد ولا عذر، من أجمل المناظر في هالشارع، بناية من قمة لين آخرها كلها لون خضر. فندق هذا قدام شيء يجلس دوم عليه، في يجلس في المقهى هذا ياسر بن خدية. دو واحد دو ثلاثة أربعة خمس ست سبع طريق. شوف الله عليكم منظر ما زينة. هذا طالع عماركم فندقنا، نحن وصلنا الفندق وهالجماعة حينة حقين وياهم الدار، كلهم ربع خلفان بطي، كلهم ما واحد منهم ها، وكل هذاك هو أكبر واحد رماس، هاك اللي أعطانا مقفاه، هاك هو اللي ما يبى التصوير ولا يبى شياته، وعازمين عمارهم عندي بيت قهوة. نعم نعم على حسابي. نعم حسابه. أنا أبوي أنا أبوي ولا بروح عنك. أنا أبوي أنا نعشين ونتعشى مرة يا ربي. أنا وكلت بدن بذنوبي ما بيحصل. والله اللي مرحبا. أقول لك هالشباب هذا رجال ابن زين الله هي زين هذا ربيع دي وينو؟ هذا هالرجال هذا حمدان كندي. والله والنعم. زين وانت بكبرك ما خبرتني. انا طارق الرسول.
والله مليار مرحبا. هل فهم بطي موصنكم الله عليكم؟ نعم نعم. شو قاله؟ قال سيروا عنده. عنده؟ قال سيروا عنده ترى يوزع شرحات. مرة يعطي مرة أي حد يخلص عليه يعطي. نعم. هذا أنا. إيه؟ لا إله إلا الله. اسمي غلطان. مع السلامة شباب. في دعاة الرحمن الله يحفظكم. ما أضمكم أبوي حجرتي؟ حجرتي مترين في مترين بضمكم؟ تحرّب والله بيمزعون استعزموا قلت لهم قربوا ما وعيت بهم اللي يبون يجون. يوم يا أبوي قلت حق بدي الفندق أبوي يقول هم ممنوع وايدين أنتوا وين بودي ما يضمهم ما يضمهم المكان المكان ما يضمهم 20 آدمي ما شاء الله كل واحد صدره 3 تدرع وعلى مترين وين بودي هم ما ضمهم حجرتي هذا ورد جديده بعد ايه صدق الله يرحم ابوي كان يبيع مالح وانا كل يوم صغير عمري حوالي 8 سنوات تجيب زين سؤال نعم اذا مثلا يتدور ايش انت رقم واحد وايدي ورقه قبل ما نملحه قبل ما نحطها في درام نغسله صدق هذا مخدي خدمه مخدي انا ابوي يوم من الشهرين مالح يشتري سبحان الله هذاك ايامها ما ناكل ياهل لا وايدين الحين والله اللي يفلسفون يقولون والله مالح قبل ما يملحونه يغسلون السمك وعقب يملحونه يحطون الغرامات هذا منو عادل ما يعرفون ليش سالتك انا الحين لانك راعي بعيد عن شغله المالح وايد بعيد ما يخص من مالح لين مصفر